السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي على قناة أمبل. لقد عدنا لكم في هذا الفيديو الجديد لنعرض عليكم كيفية تهكير تطبيق وافريورد. كما تعلمون هذا التطبيق خاص بربح المال. نقوم أولا بالدخول إلى التطبيق. كما ترون يوجد إعلان واحد في هذا التطبيق وهو غير كافي لكي نربح المال الكثير. والآن لنمر إلى الشرح، ابقوا معي. أولا تقومون بتحميل تطبيق أولا كما ترون أحبابي في الله. بعد تحميله نقوم بالدخول إليه، ثم نقوم بالبحث عن تطبيق وافريورد. نقوم بالضغط عليه ثم نغير البلد الذي ينتمي إليه. نختار هذا البلد ثم نضغط على هذه الأيقونة الخضراء لنقوم بفتح التطبيق. وكما ترون أحبابي في الله، لقد ظهرت الكثير من الإعلانات التي يمكنكم ربح المال من خلالها. وهكذا لقد تم تهكير هذا التطبيق. ولمن لم يسبق له أن حمل هذا التطبيق، فسأترك لكم الكود أو الرمز الخاص بي لكي تربحوا قدر من المال. فعندما تحملون التطبيق يطلب منكم كتابة رمز الشخص الذي قام بدعوتكم، وأنا شخصيا سأترك لكم الرمز الخاص بي تحت الفيديو. وأخيرا لقد انتهى درسنا لليوم. لا تنسوا مشاركتنا، تعليقاتكم وآراءكم حول هذا الفيديو، ولا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك وسبسكرايب ليصلكم دائما الجديد من صفحتنا. ونلقاكم إن شاء الله في درس آخر.